أسنانه، كل ما كان أكل الحصان جيد قد تكون أسنانه بصحة أفضل. فنقول تغير الأسنان بالشكل اللي نتكلم فيه الآن داخل في موضوع الصحة، صحة الأكل وصحة الحصان نفسه، يعني نسميها عوامل خارجية، خاصة الخيل ترعى في البر. طيب الأسنان اللبنية، المهر الفلوة أو الفلوة يعني تو مولود، أول ما يولد ثالث يوم رابع يوم يبدأ أول سن يطلع، تسمى الأسنان اللبنية، اللي هي الأسنان يعني الأسنان اللي توها طالعة في الحصان مو بالدائمة. الأسنان اللبنية تستمر في الخروج إلى تقريبا عمر 9 شهور، إذا صار الحصان عمر 9 شهور إلى سنة تقريبا تكتمل جميع الأسنان اللبنية في سن المهر، في فم المهر. الأسنان الدائمة هي السنون اللي تطلع من تحت اللبنية، يطيح اللبن يطلع السن الدائم بداله. الأسنان الدائمة أول سن يطلع في حدود السنتين إلى الثلاث، يعني من السنتين إلى 3 سنوات يطلع أول سن دائم، يعني يطلع اللبن، اللبن يطيح هذا يجي محله. وتستمر الأسنان الدائمة في الخروج وتأخذ محل الأسنان اللبنية إلى عمر تقريبا 5 سنوات، يعني من سنتين أو ثلاث إلى 5 الأسنان الدائمة تبدأ في الطلوع وتأخذ محل اللبنية. لذلك تلاحظ في المعلف في مكان الحصان ممكن تلقى السن طايح، هذا السن اللبني خرج طاح وظهر محل السن دائم. السن الدائم طبعا يطلع بالترتيب من 2 أو 3 سنوات إلى 5 زي ما قلنا. فممكن تشوف الحصان اللي كان عندهم عمره 3 أو 4 تشوف مثلا سن دائم وجنبه سن لبني، يعني مثلا سنين دائمة قدام وجنبه سن لبني، معناته الحصان ما بعد كمل 5. إذا اكتملت جميع الأسنان الدائمة من اليمين لليسار تحت وفوق معناته الحصان فوق 5 أو على الأقل وصل 5، لأن عقب 5 سنوات جميع الأسنان اللبنية تكون سقطت مفترض. طبعا المقصد باللبني اللي هو يسقط الدائم هو اللي يستمر لين يموت الحصان اللي هو نتكلم عنه الآن. طيب الأسنان اللبنية تكون أقصر من الأسنان الدائمة، طبعا شرحتها قبل شوي. بغيت تعرف الفرق بين السن اللبني والدائم وأثناء ظهوره، السن الدائم تلاحظ أنه كبير حجمه الطبيعي، اللبني صغير جدا. فإذا شفت سنون الحصان من قدام مثلا كبار ويمين يسار صغار، معناته اللبني اليمين ويسار ما بعد طاح، في النص طاح وجا محله دائم. فطول السن الدائم أطول من السن اللبني. طيب هذه النقطة اللي عاد هنا عم قالوا يحل اللعب. عقب ما يطلع السن الدائم أعلى السن يسمونه رأس السن، يعني لو تفك فم الحصان فك الحصان السنون السفلية تشوف الرأس نفسه يكون مقعر. تعرف القول لما تفكها كيف مقعرة؟ تخيل فيها البيضة، لو تجيب بيضة وتفقشها تفك رأسها مفتوحة من فوق، بس لاحظ فيها زي سنون ولا شرطات سموه مقعر. فتلاحظ أعلى سنون من فوق السفلية بالذات، حتى اللي فوق، بس اللي فوق طبعا صعب تشوفها، لكن السفلية أعلاها مقعر. هذا التقعر تدريجيا يتحول إلى مسطح، يعني صار عمره 5 سنوات سنونه كلها دائمة تكون رأسها مقعرة، والتقعر ذا تدريجيا يزول يصير سطحي سطحي سطحي. إذا وصل الحصان عمره 11 سنة تشوف كل سنون مسطحة من فوق، ما في تقعر. فإذا زال التقعر تماما مات الحصان فوق 11 سنة تقريبا أو فوق 10 سنوات. والتقعر هذا يتأثر فيه الموضوع العوامل الخارجية اللي ذكرناها. حصان بري لو تلاحظ ياكل من الربيع والأرض، الأكل في الأرض، فيتل الأكل تل من الأرض ثم يمضغه، فالسنون تتسطح بسرعة. لكن حصان في بايكة أو بدوق قد يطول أكثر لأنه ياكل من المعلف شيء مطحون، خالة، شعير إلى آخره. فالسنون الدائمة تكون أعلاها مقعر، ويتحول التقعر إلى شيء مسطح يعني زاوية تدريجيا مع الوقت. والعوامل الخارجية تؤثر، يعني أكل وما أكل وصحة وغيره. إذا جميع رؤوس الأسنان أصبحت مسطحة بشكل واضح فالحصان فوق 10 سنوات أو 11 سنة تقريبا. أعيد وأكرر، المواضيع هذه تقريبية طبعا جميعها تقريبا ترجع اللي تلقاها في سواء يعني بحوث علمية في جامعات في أوروبا أو في أمريكا. جميع الأمور اللي تكلمت فيها كلها بحوث علمية، يعني كان مسجلها عندي قديما فقلت أقولها، قد تكلمت عنها باليوتيوب قبل. طيب خط اللثة، خط اللثة مهم جدا، وأنا قعدت فترة عشان أفهمه، أحاول أفهمه بشكل سريع إن قدرت. بعد ال 11 سنة صار أعلى السن مسطح، في شيء يسمى خط اللثة،
gum line خط اللثة. خط اللثة المقصد فيه الحين لو تلاحظ السن طالع، مو بتلاحظ فيه على السن من الأطراف، يعني هذا السن من طرف هذا وطرف هذا لحم، يعني لحم مغطي منبت السن. يعني السن ليش ما يطيح من لثتك؟ ليش ما يطيح من فمك؟ لأنه في ممسوك بلحم من الطرفين، ولا خلينا نقول ملحم. فتلاحظ اللثة نفسها فيها لحمتين يمين يسار ماسك السن، هذا يسمى خط اللثة. مع تقدم الحصان في العمر خط اللثة ده ينزل ينزل ينزل، كأنه رايح لمنبت السن، يكشف لك السن من تحت. سن ثابت، خط اللثة يستمر في النزول باتجاه ايش؟ منبت السن. انا ما كنت فاهمها تدريجيا، يعني لما شفت في البحث في الصور فهمتها. لو اشرحك اياها بالعامية او بالسعودي، اللي قطعة اللحم اللي تربط السن باللثة وتغطي منبته تدريجيا تقل، فتكشف عن المنبت، تكشف عن اصل السن كل ما تقدم في العمر. اذا وصل تقريبا 15 سنة بتلاحظ ان خط اللثة وصل نص السن تقريبا، نص السنة، نص السنة من منبت السن بين راسه، خط اللثة يوصل للنص تقريبا. في منتصف العشرينات تقريبا يكون شبه زال اللحم. إذا الحصان عمر وعدى 30 بغى يموت خلاص إلا شوي، تلاحظ إن خط اللثة يزول تماما، تلاحظ السن لاصق في اللثة، فيبدأ السن يطيح. إذا الحصان استمر في العمر وخلينا نقول عمره غلب عمر أسنانه، تبدأ أسنانه بالسقوط لما عاد في لحم يغطي منبت السن، تلاحظ السن مرتبط باللثة. وهذا يسمى خط اللثة، نزول خط اللثة، gum line، gum لثة، line خط. طيب النقطة اللي بعدها، زدت حاولة السن، حلوة هذه نقطة بعد يبغى لها شرح مفصل، بس خل نشرحها ما مشكلة. النقطة اللي قبل شوي ذكرتها حقت خط اللثة، أبغى أحاول أشرح لك إياها بالشكل اللي أنا فهمته، كانت صعبة علي فهمها بس حاولت أفهمها. لما تسكر فم الحصان مع بعض، تسكر شنو الحصان مع بعض، أمسك فك الحصان وخل أحد يمسك مشفرة من فوق شفته ويرفعها، وشفت اللي تحت ينزلها، لكن خلي سنونه مسكرة ونطبقها على بعض. السن اللي تحت لاصق في السن اللي فوق، صح؟ الحصان هو صغير، تلاحظ السنين مع بعض لو شكلتهم شكل، لو رسمتهم يعني رسمت عليهم قلم، تلاحظ حدودهم كأنهم شكل بيضاوي. السنين مع بعض ومشبوكات كأنهم بيضة، عشان كذا يكون من تحت زي ما قلنا، أو يعني أسفل السن اللي فوق مقعر وأعلى السن اللي تحت مقعر، من شكل السن كلهم مع بعض وشبكتهم بيضاوي. كل ما كبر الحصان في السن زي ما قلنا السن يطول ويصير التقعر تسطح، فيصير لو شبكت السنين ببعض مو بيضاوي، كأنه مربع ومستطيل. هذا يقصدون في حد السن، السن يكون مقعر مع الوقت يصير حاد. يعني السن السفلي أعلاه، لما تفكر مثلا تشوف أعلى السن السفلي حاد كان مقعر، لو تطل من تحت تشوف فوق أسفل السن العلوي، يعني تشوفه يعني بعينك اللي مكشوف، كان مقعر صار حاد. فلو شبكت السنين ببعض لما كانوا مقعرات وصغير كان السن كله، يعني السنين مع بعض اعتبرناهم سن واحد، يسمونه بيضاوي. اذا كبر الحصان صار مسطح من السن الاعلى اسفل مسطح والسن السفلي اعلى مسطح، شبكتهم بعض يسمونهم سن زاوي. زاوي يعني ماخذ من زاويه، طرف السن فيه له زاويه واضحه، لكن لما كان مقعر ما كان له زاويه. فكل ما كبر في السن تسطح اعلى السن السفلي وتسطح اسفل السن العلوي، واصبح شكل السنين معا لما يلمسون بعض زاوي او مربع او مستطيل. هو صغير شكله بيضاوي. فكل ما زال خط اللثة اللي ذكرناه يبين تقوس السن، اما السن طويل وخط اللثة زال، فتلاحظ السن كان مستقيم مقعر من فوق اصبح زاوي مقوس وطرفه حاد، فيسمى سن زاوي وكان مقعر بيضاوي. سن بيضاوي سن زاوي. طبعا هذه النقاط دي كلها ترجع لها بالصور بعد تدرك اكثر، حاول تشوفها بالصور ثم تطبقها على الحصان قدامك، صور تقريبيه. يعني اللون يزيد صفره والبقع تزيد. سنون الحصان كل ما كبر في السن تزيد صفار والبقع السوداء تزيد، وهو صغير تكون اللون اصفر فاتح مشهب، اللبن يكون مشهب، الدائم يكون اصفر غامق، وفي بقع سود كل ما كبر في السن.
طيب الولف تيث او اسنان الذئب، وولف تيث هي النب، ليش سموه وولف تيث؟ يعني سن الذئب او سنون الذئب اللي بعد النياب اللي ذكرناه في البدايه. باختصار المنطقه الفاضيه بين الاسنان الاماميه والاسنان الخلفيه في فراغ، ولا تعرف الحصان في اسنان خلفيه ثم في فراغ ثم اسنان اماميه. الفراغ هذا الاسنان اللي تطلع فيه وهي عاده الناب يسمى وولف تيث اللي هو سن الذئب، زي ما شرحنا قبل شوي، يطلع يمين يسار فوق تحت، يبدا بثلاث سنوات وينتهي باربع ونص تقريبا، وهي اربع انياب تظهر للحصان وليس الفرس. احيانا في افراس لها ناب، واحيانا في حصن ما لها ناب بس هذا استثناء، واحيانا الناب اذا كان زايد اثر على الشكيمه والركوب غيره يخلع. فتستغرب مرات لما يتكلمون عن المصطلح العلمي هذا وولف تيث يعني سن الذئب يخلع، لانه ممكن ياثر على الشكيمه والركوب خاصه خلال شباك السرعه انظهر. رغم ان في وولف تيث او سن ذئب يظهر ما يسمى ناب. لما تبحث وولف تيث عاد تشوف الناب، صوره الناب اصلا منطقيا يعني ليش اسمه وولف تيث يعني سن الذئب يقصد الناب، لكن مرات المكان اللي يظهر فيه الناب يظهر فيه سن لكنه مو بناب، يسمى ايضا وولف تيث لكن عاده هو الناب يقصد فيه الناب. طبعا العمر ذكرنا قبل شوي ان حصان اسنان الخيل لها عمر معين زي البشر، يعني السن له عمر معين، فاذا عمر الحصان غلب عمر سنه يطيح سنه. يعني فرضا عمر الحصان هذا عمر اسنانه فرضا 35 سنه او 30 سنه، حصان استمر 40 سنه فرضا او 35 سنه، سنون تبدا تطيح. اذا بدات طبعا تطيح سنون يبدا يصعب على الحصان الاكل، لابد من اتباع خلينا نقول حميه غذائيه معينه او نوع معين من الغذاء عشان تعوض الحصان او حتى المغذيات. لكن الخيل البريه بدات تطيح سنونها تموت، انها صعب تاكل، معناها اصلا في البر تاكل عش ما تاكل حبوب. يعني ترعى رعي يحتاج السن القوي عشان يتل النبته تل من الارض. طيب الخط الاسود هذه برضه نقطة حلوة اختم فيها ثم عاد نشرح الاشياء الباقية. خط اسود، تعرف لما يجيك سوس سنونك فوق نقطة سوداء او خط اسود، تلاحظ سنون الحصان احنا قلنا مقعرة ثم تصير مسطحة، وهي مقعرة في البداية، تلاحظ في سن الحصان عقب الخمس سنوات او تقريبا عقب السبع سنوات تلاحظ في خط اسود ثم نقطه سوداء في اعلى السنون السفليه او اسفل السنون العلويه. طبعا ما ادري كان وضحت النقطه دي لكم او لا، اقصد يعني انت فم الحصان قدامك، انت لما تفك فم الحصان تشوف وش اللي قدامك، تشوفه السن من قدام، هاي السن صح، فك فم الحصان هاي السن قدامك، او تقدر تشوف السمع هنا، لازم فم الحصان تشوف السمع هنا، هاي شو يسمى راس السن. طبعا بالنسبه للسن العلوي تفك بالشكل ذا فيسمى ذا اسفل السن، فأسفل السن العلوي وأعلى السن السفلي يكون مقعر. التقعر ذا بتشوف فيه خط أسود أو نقطة سوداء عقب الخمس سنوات، عقب السبع سنوات تشوف نقطة سوداء أو خط أسود. تدريجيا السواد يزول. عقب التسع تقريبا من 10 11 يبدأ السواد يزول تماما ويحل محل السواد صفار. تلاحظ كأن واضح إن كان في خط أسود بس راح وحل محله لون صفار أو تقريبا لون فسفوري. فما يكون في سواد أبدا ثم يظهر السواد ثم يزول ويظهر محله صفار. إذا لاحظت أن الحصان واضح أن كان في سواد والسواد بدأ يروح تراك فوق التسع. إذا الحصان ما بعد طلع فيه أي سواد تراه صغير أقل من سبع أقل من خمس. إذا السواد راح تماما وفي صفار واضح بداله الحصان فوق 11 تقريبا. برضه هذا موضوع تقريبي، بعض الأخير يمكن ما يطلع فيها، بعض الأخير يمكن يطلع فيها زيادة بسبب التمر، ما التمر يزيد السواد أيضا موضوع تقريبي. فكل النقاط هاي تقريبا تقريبية، و طبعا اغلبها وتقريبا كلها عباره عن بحوث علميه تستطيع البحث عنها بنفسك تلقاها يعني موجوده في الجامعات كلها، يعني شيء مؤكد. بس حتى هم في الجامعات يقول لك معرفه عمر الحصان من خلال سنه تقريبي ليس مؤكد، يعني مثلا في الشجر ما شجر في العلم يعني يقدرون يعلمون لك الشجره ذي عمرها بالضبط كم عن طريق اسنان يعني يسمونها اسنان الشجر نفسها، يعني يجون عند شباب بطريقه معينه يعرفون يعني قصدي الجذع حق الشجره او اصل الشجره منبت الشجره ويعرفون عمرها بالضبط. أسنان الحصان لا يمكن معرفة كم عمره بالضبط من خلالها، هذا بناء على كلامهم هم يعني